بتاع دونالد كيسو. دونالد كيسو ده واحد من اكبر، يسموه ابو المحاسبه، يعني ده راجل في امريكا وشريك في اكبر مكاتب محاسبه في العالم، وهو من مواضيع المعايير، وراجل في الفاسد، شغلانه مقرفه يعني. الراجل لما الواحد لما بيقرا في سيره الراجل ده، الراجل ده لسه عايش ما شاء الله، يعني مش عايزين ننبر عليه، بس راجل خطير يعني. دونالد كيسو كتبه جامده جدا، هو ويجلاند وكينيل كتبه جامده ومطلوبه يعني. حتى مثلا معهد المعهد بتاع الاي ام اي بيقول لك ان انت في حاجه اسمها suggested reading، يعني انا بكون مقترح عليك او متوقع ان انت تكون جيجي قاري معايير اي قاري المحاسبه اللي هي الاكونتنج برنسبلز دون، قاري انترميديت اكونتنج كتاب دون، قاري الكوست اكونتنج بتاع هورني جرين. التلات كتب دول برضه ان شاء الله احنا هنعمل كورسات ليهم، هنشرحهم برضه اونلاين بمنتهى البساطه، برضه عربي وانجلش. دول مثلا الاكونتنج برنسبل، لو استعرضناه بسرعه كده، اكونتنج برنسبل بياخد واحد، بياخدك واحده واحده كده، واحد ما يعرفش محاسبه خالص، ما يعرفش حاجه في المحاسبه خالص. ده كنت شرحته قبل كده، والتسجيلات موجوده، التسجيلات بتاعه الكورس ده والماتيريال بتاعته كل حاجه، لو حد عايز التسجيل، لو حد عايز يشترك في الكورس برضه ان شاء الله هنبدا برضه في خلال الايام اول ما تبتدي المجموعه. هنا مثلا بيقول لك ايه هي الاكونتنج، بص بيكلمك بقى من واحد ما يعرفش حاجه في المحاسبه لغايه ما هياخدك للمحاسبه البروفيشنال. هم 27 فصل، 26 فصل يعني، انا مسجل 27 محاضره قبل كده في الكورس السابق، وفي ان شاء الله كورس هيبدا ان شاء الله جديد، لان احنا يعني هم 26 فصل بس، بيبقى في فصل كده نحل مساله شامله، نحل مش عارف ايه بتاع، بتبقى حاجه شامله بقى، اللي هو اعداد قوائم ماليه من الزيرو، من الزيرو، من اول القيود اليوميه لغايه ما بتروحها لدكاتره الاستاذ، لغايه يعني من الريكوردنج للبوستنج، بتعمل ميزان المراجعه، كل حاجه في المحاسبه الماليه، يعني كل حاجه راجل ده بص بيقول لك الخطوات المحاسبه الماليه الاكتيفيتي بتاعتك، وبعد كده هنا بيقول لك تعمل فاينانشال ستيتمنت والجاب، بيتكلم في حاجة كل حاجه في اسامبشنز دي اللي هي الفروض المحاسبيه، فرض وحده النقد وفرض الوحده الاقتصاديه، كل الكلام ده بنتكلم فيه. هنا المعادله المحاسبيه الاسيتس ايكوال ليابيلتي يعني ايكوال، الكلام ده كله بنتكلم فيه بالتفصيل، وبسلايد جميله كده وسهله وشكلها حلو، والكورس مش غالي يعني، الكورس ده مش غالي يعني، الكورس ده كنت عامله قبل كده ب 650، انا ممكن اعمل له تخفيض اخليه 500، لو قسط يبقى 600. ان شاء الله هنبدا فيه، بيوريك ازاي تأيد المعامله الماليه، ودي معامله ماليه ولا لا، يعني مثلا هنا بيقول لك هنا في سبلايز او بيرشيز، انت اشتريت بيرشيز مشتريات من سبلاير اون اكونت، دي تتسجل ولا لا؟ دي تتسجل ريكورد. طيب الامبلوي، في امبلوي از هايرد، في موظف اتعين عندنا في الشركه، دي معامله ماليه سجلها؟ لا، هو بيقول لك دونت ريكورد. هنتكلم طبعا بالتفصيل، احنا هنا دلوقتي بنستعرض الكتاب كده يعني، ده الفصل الاول. هنا اونرز ويز دوز، هنا صاحب الشركه سحب مسحوبات كاش فور بيرسونال يوز، ده دي معامله ماليه تتسجل ولا لا؟ دي طبعا معامله ماليه تتسجل، لان هو سحب كاش خرجت من خزنه، فهتبقى الايه؟ هيبقى الكاش هنا ايه؟ كريدت، لان هو اصل داين المفروض يبقى ديت، لما يبقى يقل يتعكس يبقى ايه؟ يبقى كريدت. والاونرز ده المفروض الاونرز كابيتال، ده اصلا راس المال بتاع صاحب او شريك الشركه، يبقى المفروض ان هو داين، هو سحب مسحوبات فالداين قل في الامجين، تمام؟ كل حاجه هو هنا بيكلمك على ان واحد مش عارف محاسبه خالص، يبدا يشرح لك الكودنج بروسيس، شوف ازاي شكل الحساب عامل ازاي، شكل القيمه اليوميه عامله ازاي، كل حاجه من الصفر لغايه ما بتلاقي نفسك انت عملت ازاي عملت القائمه اللي اهو، ازاي تعمل ايه المدين وايه داين، كل حاجه دي ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل، وزي ما قلنا موجوده في كورس مسجل قبل كده، وقيمه اليوميه بنعملها واحده واحده مع بعض، وازاي نعمل بوستنج، ازاي بنرحل، وازاي بيبقى عندنا سبسيدي ليجرز وسبسيدي ليجرز جنرال ليجر وسبسيدي ليجر، كل التعريفات دي المحاسبيه من اول يعني من الزيرو لغايه شوف بقى ازاي الترحيلات اهي.
حته البوستنج السيب تو من المحادثه ورينا الشارت اوف اكاونت اللي هو دليل الحسابات، تعمل ازاي شجره الحسابات انت لو داخل على شركه جديده لو على كومبيوترايز او كده، والترايل بالانس اللي هو ميزان المراجعه. طبعا الشركات الدوليه كل ده مش هشرح لك الكلام ده، حتى الايفر هو بيفترض ان انت عارف الكلام ده، مين واخد باله، مين متفق معايا يا جماعه؟ يعني لا الايفرز ومحاسبه ماليه مش هشرح لك كل اليوميه من اولها، وتعمل في الحاله دي تعمل القيد ايه، وبيفترض ان انت عارف الكلام ده على الاقل خدته في الجامعه. بس هنا الكتاب ده كتاب يعتبر للمستوى الجامعي والمستوى الابر او البوست جرادويت، يعني فوق الجامعي كمان. ليه؟ لان هو واخد لك من المحاسبه الماليه من الصفر لغايه ما لغايه المستوى المتقدم. طيب بالانس هو ينزل امتى وما ينزلش امتى، عندك ميزان مراجعه بالمجاميع وايه الاصيله والمزايا وعيوبها، دي الليمتيشن، عيوب الترايل بالانس، ايه الحاجات اللي ما بيجيبهاش الترايل بالانس، وازاي نكتشف الاخطاء في الترايل بالانس. وهنا ادجاستنج اكونت اخر السنه الماليه قبل ما اعمل قوائم ماليه، بعمل حاجه اسمها فلود تسويه، تسويه ادجاستنج ادجاستنج اكونت اللي هو تسويه قيود، تسويه كل الكلام ده بنشرح الاكروالز والديفرالز المقدمات والمستحقات. تمام، كل زمان يقول لك المقدمات تطرح والمستحقات تجمع. طبعا القواعد دي احنا مش عايزين نحفظها، احنا بنتكلمها كل حاجه بالتفصيل ان شاء الله. طبعا هنا في فروض محاسبيه تايم بيريد، الحاجات دي كلها مشروحه بالتفصيل زي ما قلت لحضراتكم، في كورس مسجل وفي كورس هيبدا جديد اهو، ادي الديفرالز والاكروالز، وكل واحده القيود بتاعتها بتتعمل لها ازاي. وادي يبقى عندي ترايل بالانس بعد ما بعمل قيود التسويق، بيبقى اسمه ايه؟ ادجاست ترايل بالانس، يعني ميزان المراجعه بعد التسويق. كل الحاجات دي انا شرحتها من فتره. ومن طالما عملت بقى ادجاست ترايل بالانس، يعني ميزان المراجعه بعد التسويق، خلاص بقى يحق لي بقى ان انا وانا مطمن كده اقدر اعمل قائمه، اقدر اعمل انكم ستمنت. فهو بيقول لك اهو فرق هنا اهو الريفينيو والاكسبنسز، واخد منهم النت انكم، ازود بيها اهو الاونرز ايكوتي. شوف بقى ازاي كل قايمه بتوصل للي بعديها، وبعد ما اعمل الاونرز ايكوتي اعدلها، اعمل البالانس شيت، اعمل الميزانيه الجديده. استاذ عبد الرحمن بيسال ولما ايه؟ لما هتشرح لنا، لان يعني انت لو شفت بقى اللي هو الانترميديت هتقول ما هو ده اقوى كمان، يعني الانترميديت اكاونتنج قوي جدا برضه. ده الراجل بقى وصل هنا بدا يعمل لك ايه؟ بدا يقول لك ستيب ان بريبيرنج وورك شيت. الورك شيت دي بقى ايه؟ يقول لك بص انت مش انت عملت لي خلاص في الفصل الثالث ده الادجست ترايل بالانس؟ يقول لك بص هي ورك شيت واحده ورقه واحده اهو، الحسابات هنا اهو الاكونت، واحط ترايل بالانس هنا اهو، اهو ديت وكريدت مدين ودايم، وادي الايه الادجاستنج، وادي ادجاست ترايل بالانس، وادي التسويه، وادي ميزان المراجعه بعد التسويه، وهوبا هو عامل لك يا عم قيمه الدخل. يا نهار ابيض، معقوله؟ ورقه واحده واعمل منها بالانس شيت، واعمل منها بالانس شيت، هي ورقه عفريته يعني، ممكن تعملها على الاكسل، ممكن تعملها يدوي، جميله جدا. هو فعلا عاملها على الاكسل اهو عادي خالص. طبعا الناس كلها بس شغاله على برامج محاسبيه متخصصه، بس يعني هو بيقول لك ورقه واحده تقدر تعمل منها كل القوائم الماليه، تعمل كويس بالانس وادجاستنج انتري، ويقول لك بقى ايه هي، ايه هي الحسابات التمبرري، وايه البارمنت، يعني هي لما تيجي في الانترفيو، الانترفيو في المقابله يقول لك بص انا عايز اعرف الراجل ده محاسب كفته ولا مش كفته. طبعا احنا كلمه كفته دي احنا بنقولها من زمان، يعني كفتاجي يعني ايه؟ يعني مش مهني، يعني راجل ايه يشتغل اي شغل ثاني غير المحاسب. يقول له ايه هي الحسابات الدايمه وايه الحسابات المؤقته؟ يقول لك ايوه استنى يا عم، هو في محاسبات، هو في حسابات دايمه وحسابات مؤقته، زي ما استاذ عبد الرحمن كده بيقول لك احنا بننسى. في حسابات دايمه، حسابات الاصول، حسابات الاصول وحسابات الخصوم، ما ينفعش انا يبقى ليا عندي فلوس، ليا فلوس عندكم في الشركه وتقول لي خلاص اتقفلت، ما بقاش عندي حاجه. لا، حسابات الريفينيو والاكسبنسز اللي هي المصروفات والايرادات دي بتقعد تيجي تمبرلي مؤقتا، تتقفل اخر السنه واشوف نتيجه الاعمال وخلاص.
انما الاسيتس والليبيليتي والاونرز كابيتال دي فاهمنت يعني دايما ما بتتقفش. وادي شكل الكلوزنج انت اخر السنه بنعمل ايه، وادي الكلوزنج فايل بالانس، وادي الاكونتنج سايكل. كده يعتبر انت كده ايه اربع فصول بس من 26 فصل من الملك المحاسب الماليه كلها. طبعا ده انا جايب حضراتكم سلايد يعني حاجه كده من كل هنا بيقول لك الكوركتنج انتريز، يعني في قيود بعملها بصلح اي اخطاء في القانون الماليه. انا جايب سلايد طبعا مفيش وقت لشرح كل قيد طبعا، انا طبعا في الكورس بشرح بالتفصيل كل فصل بياخد اكتر من 3 ساعات، المحاضره طويله يعني. بنحل مسائل من الكتاب وبنحل وبنعمل كل حاجه. وادي البالانس شيت طبعا مش هنقدر نستعرض الكتاب كله زي ما قلت كده، انا جايب بس ايه شويه سلايدز كده من كل فصل. بعد كده بيبدا بقى يخش في المحاضره المتخصصه للمرشندايزنج والمشتريات والحاجات دي المبيعات ومش عارف ايه. بس سلايد كتير قوي. بعد كده نخش في الفيرتوال انفنتوري، الانفنتوري سيستم، نظم محاسبة المخزون، نظم المخزون، نظام الفيرتوال والجيوليبك انفنتوري سيستم اللي هو نظام الجبر الدوري ونظام الجبر المستمر برضه فصل كامل لوحده. بعد كده نخش الاكونتنج انفورميشن سيستم. وبعد كده عندنا اللهم صل على النبي، هنا الانترنال كنترول اللي هي الرقابه الداخليه. الرقابه الداخليه دي عباره عن ايه؟ الفروض دي اللي هي الاحتيالات، وان انت المفروض تعمل دوره مستنديه عشان تتاكد من الحفاظ على ايه اصول الشركه. تمام؟ طبعا الانترنال كنترول اللي هي الرقابه الداخليه ليها 5 فوائد، وفي قانون في امريكا وفي قوانين في مصر طبعا في كل الدول بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها الانترنال كنترول. الانترنال كنترول ده فصل في السي ام اي مهم جدا طبعا في المحاسبه الماليه. مثلا في شهاده السي اي اي ده مهم جدا اساسي كامل جدا بيدرس لك الانترنال كنترول ده بالتفصيل، والانترنال اوديت المراجع الداخلي اللي مسؤول عن الانترنال كنترول، والكوربريت جفرنس اللي هي حوكمه الشركات. الانترنال كنترول بيقول لك ان هي من اهم مزاياها ان هي بتعتمد بالابيليتي اوف فاينانشال ستيتمنت، صحه القوائم الماليه، الكومبلينس والابليكابل لاوز اند ريجيشن اللي هي ان هو ان فعلا القوانين واللوائح حتى اللائحه داخلك على الشركه بتطبق. ثاني حاجه بيقول لك سيف جارد اوف اسيتس اللي هو حمايه الاصول بتاعت الشركه. الانترنال كنترول والضرائب المستنديه لكل موضوع ده مهم جدا، انما بيفرض له باب كامل، باب ممتع جدا. هنا تسعه او الفصل الثلاثه بيتكلمني في الاكونتنج فور ريسيفابلز. ريسيفابلز هم المدينين، وعندي بقى مخصصات وعندي مخصص الالاونس، مخصص للمدينين. القصص دي كلها بيتكلمني فيها بالتفصيل، مهمة جدا. شابتر فين؟ طبعا احنا مثلا بتوع الايفرز، طب ما انت عندك معيار بيتكلم في الحته دي، فهنتكلم في التفاصيل برضه يعني. ما تبقاش برضه صعب عبد الرحمن يعني انت بس طبعا انت لو انت عايز تمسك كتاب زي ده تقراه طبعا هيدعمك جامد جدا. تقراه وتاخد الكورس ده مفيش اي مشاكل، هيدعمك جامد جدا. طيب هنا مثلا في هنا شابترتين بلانت اسيتس ناتشرال ريسورسز اند انتنجبل اسيتس. طب ما انت عندك في المعايير في مثلا معيار اللي هو الاي اي اس 16، معيار 16 بيتكلم كده في البي اند اي بروبرتي لاند اند اكويبمنت اللي هو اصول ثابته وملكاتها وهتعمل فيها ايه. تمام؟ بس هنا بقى ايه؟ الراجل يا جماعه لك بلانت اسيتس، ايه بلانت اسيتس دي؟ ليه الاصول الثابته؟ ما فيش حد بقى دلوقتي بيقول كيس للاسف خلاص دلوقتي اللي في المعايير، وحتى في المحاضره الامريكيه ما بيقولش ده كيس للاسف، يقول ايه؟ يقول بي ان دي كده ماشي. امال ايه ناتشورال ريسورس اصلا؟ اصل خد بالك البي ان دي او البلاس اسيد دي الاصول اللي هي حريه الاجل، اصول الشركه يعني الاراضي العقارات العربيات بتاع الشركه الالات المصنع الحاجات دي. ده ايه ده يا عم ده؟ بيقول لك ده ليه اهلاك، ليه ديبريسيشن اهلاك، ودي طرق اهلاك وقصه.
امال الناتشورال ريسورسز دي حاجه اسمها ديبليشن، يعني ايه نفاذ؟ مين يعرف يا جماعه اسمه ايه نفاذ؟ طب امال الانتنجبل اسيت ده مين يعرفه يا جماعه؟ انا عايز بس الناس تلحق معانا كده تجاوب. الانتنجبل اسيت اللي هي ايه؟ الاسود غير الملموسه ليها ايه يا جماعه؟ ليها برافو برافو استاذ عبد الرحمن. الاسود غير الملموسه ليها ديبريسيشن ليها اهلاك؟ لا طبعا. اما ليها ديبريسيشن نفاذ زي النشوه والريسورسز الموارد الطبيعيه؟ يعني الموارد الطبيعيه يعني ايه؟ يعني واحد مثلا واخد بير بترول او واخد منجم فحم يعمل له ايه؟ استنتاج لانه هيجي على اي لحظه ينفذ صح؟ اما ليه انتنجبل اسيد ليها حاجه اسمها امورتيزيشن؟ امورتيزيشن يعني ايه يا جماعه؟ اطفاء. برضه بوزع قيمه الاصل على سنوات والانتاجيه صح؟ الحاجات دي كلها موجوده هنا. ازاي هتعمل حساب الحسابات بتاعتها وازاي هتعمل الديبريسيشن الاهلاك او الاطفاء او النفاذ بكل حاجه من دي؟ طبعا هنا الفصل 11 بيتكلم عن الكرنت ليابيليتي. الليابيليتي بقى والبيرول والمرتبات كل المحاضره بتاعت كل حاجه من دول. الراجل بصراحه مش شايف حاجه، يعني كتاب بصراحه لا غنى عنه لاي محاسب. يعني زي ما قلت لحضراتكم في كورس سري اللي عايز التسجيل، اللي عايز ينجز مثلا يسمع بسرعه بتاع ولا تفصيل جامد، وفي كورس هيبدا جديد ان شاء الله اللي عايز يخش معانا ممكن يبقى بارل مع اي كورس تاني. من هنا الاكونتنج كوبرتين او سي بي هي شركات التضامن، شركات التضامن او شركات الاشخاص. بعد كده في كوربريشن اللي هي شركات الاموال بقى، الشركات المساهمه الكوربريشنز اللي هي الشركات الكبيره. شوف بقى ازاي واخدك من المحاسبه من اول ما كان بيشرح لك القيد وايه المدين وايه الدين، ان هي المحاسبه من الاول خالص من الصفر لغايه ما دخلك في الكوربريشن. قعد مع المحاسبه الاورجنايزيشن اند الكابيتال ستوك ترانزاكشن. كل فصل من ده يا جماعه محاضره كامله بناخد بالتفصيل، بنشرح كل حاجه سلايدز دي بتكون عندك الماتيريال. الاسئله بنحل من الكتاب، بنحل اسئله من الكتاب وبنحل الكتاب الاصلي والملخصات. كل دي ماتيريال بتبقى متاحه والتسجيلات بتاعت المحاضرات متاحه طبعا. هنا الكوربوريشن اللي بتدير التوزيعات اللي بتعملها الشركات المساهمه، والتيرن ايرننجز اللي هي الارباح المحتاجه زي كل المعالجات دي المحاسبيه دي بتعملها ازاي؟ الانكم ريبورتنج في الاخر بتعمل ايه؟ بتعمل ايه عشان طبعا اقعد اشكال الشركات هي الكوربوريشن الشركات المساهمه كتير. الشابتر 15 بيتكلم على اللونج تيرم لايبيليتي اللي هي الالتزامات طويله الاجل، طبعا قصه طويله جدا البوندز والحاجات الكبيره. الانفستمنت الاستثمارات دي بقى طبعا ليها معيار لوحده او في كذا معيار، الناس اللي فضلت الايفرز طبعا ده محاسبه ماليه برضه، يعني تهميك قوي جدا ليها. هنا الستمنت اوف كاش فلو شابتر لوحده لاعداد قائمه الخطوات الماليه، ان هي معقده جدا وقويه جدا ممتعه جدا، تعرف منها حل منها كل حاجه في الشركه. الشابتر 18 كده طبعا المحاسبه الماليه خلصت، دخل بقى في الفاينانشال ستيتمنت اناليسيس تحليل المحاسبه الماليه. الناس بقى اللي هي عايزه تدرس السي اف اي مهم جدا ان هي تدرس الفاينانشال ستيتمنت اناليسيس اللي هو تحليل القوائم الماليه. وبعد كده دخل بقى خلاص ساب المحاسبه الماليه خالص ودخل في المانجيريال اكونتنج. المانجيريال اكونتنج طبعا مش بعيده عن المحاسبه الماليه، ولكن من استخدام اخر من المانجيريال اكونتنج استخدام المحاسبه الماليه في تدعيم القرارات الاداريه، وفصل ممتع جدا. وبعد كده نخش في التكاليف الجوب اوردر كوست. الناس بقى اللي بتدرس سي ام اي او كده ده شغلهم هو برضه بتاعت المانجر الاكونتنج. اخر كام فصل كده في الكتاب بيتكلم، يعني هو ما شافش حاجه في المحاسبه الماليه وبالتفصيل، وبعد كده دخل على المحاسبه الاداريه وكمان دخل في التكاليف. تكاليف الجوب اوردر كوست اللي هو نظام التكاليف والاوامر الاداريه، اللي هو انت عندك شغل ليه مواصفات خاصه. فمثلا بتعمل ايه؟ انت راجل مثلا مصنع بتعمل اثاث بالعموله او بالطلبيه، فالاثاث مش ستاندر. لا ده انا باجي اطلب منك حاجه وبتقول لي طب اعمل لك، اقول لك هتكلف كام؟ شوف اوردر كوست سيستم ده مهم جدا وشغال. البروسيس كوستنج اللي هو فصل 21 ده عكسه بالظبط.
ان هو انت عندك حاجه اسمها ماس برودكشن. ماس برودكشن يعني انتاج كبير، تنتج كميات كتيره من نفس الايه؟ من نفس الحاجه. فمش محتاج ان انت في كل حاجه تعمل لها ضروريه وكده. انت عندك الفصل 22 ده ممتاز جدا وهو مهم جدا للناس اللي بتدرس دوت سي ان اي باور 2 اللي هو السي دي بي. ده سيشن برضه موجود عندنا في باور 2 سي ان اي باور 2 اللي هو البوست فوليوم باور. بتعمل تحليل، تحليل يقول لك كل ما ازود امتى يعني اوصل مثلا سؤال نيجي نقول يقول لك امتى اوصل لحجم انتاج يحقق لي المشكله دي. اقول لك طب ما حجم الانتاج ده هيعمل لي تدريب كذا، هيعمل لي رسالة كذا. طيب في حاجة اسمها حد تعادل، وأنا عايز أعرف حد تعادل أنت ومزيد عنه هكسب قد إيه؟ ده مهم جدا وحاجة ممتازة جدا، يعني تحليل فني عالي جدا. إن شاء الله في 22 23 بيتكلمنا على البادجيتري بلاننج اللي هو التخطيط المالي باستخدام الموازنات المالية. ال 24 بيتكلم على استخدام نفس الموازنات المالية، وانت بتخطط بقى النهارده بقى بتعمل كنترول ليها، يعني استخدام اخر للموازنات بس في كنترول بادجيتري كنترول اند ريسبونسبيلتي اكاونت. الحاجات دي تخصص فعلا محدد اللي هي فعلا ده في سي ام اي. يعني هو تمهيد الكتاب تمهيد قوي جدا للناس على راس صحيح، تمهيد قوي جدا في الشهاده الدوليه كلها. طبعا ايه الشهاده الدوليه؟ لازم تبقى قوي في المحاسبه الدوليه، وبعد كده طبعا تبقى عندك فكره عن المحاسبه الدوليه والتكاليف. هنا ستاندرد كوست اللي هو التكاليف المعياريه والبالانس سكور كارد. اخر فصل بقى الانكريمنتال اناليسيس اند الكابيتال بادجت اللي هو تحليل الانكريمنتال الكابيتال بادجت. الكابيتال بادجت اللي هو بتعمل موازنه بس للراس ماليه مش لشراء الاصول الراس ماليه. ده يعتبر الفصل بسرعه يا جماعه، او الكتاب قصدي 26 فصل موجود التسجيلات بتاعته 27 محاضره، وهنبدا ان شاء الله اول ما يتم المجموعه نبدا فيه ان شاء الله.